فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح أحد أبوابه بقوله: باب إثم من لم يسوي الصفوف، فهل نفقه من ذلك الوجوب في تسوية الصفوف؟ نعم، بلا شك، لا شك أنه واجب. تسوية الصفوف واجبة، وعدم التسوية محرمة وخلل في الصلاة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.